فيلمنا بيبدأ مع أمير البلاط الملكي راج، وراج بقى يا سيدي كل يوم مع واحدة شكل، وبيكون قاعد مع المستشار بتاعه واللي بيدور معاه على أجمل واحدة في المدينة، والمستشار بتاعه بيقوله إن هو لأهله كمان. البنت دي اسمها شرايوكي وشكلها جميل خالص وعندها شعر فريد من نوعه، بتكون شغالة طبيبة أعشاب. هو في الوقت اللي بتكون شرايوكي شغالة فيه بيبعت راج جندي من جنوده ليها علشان يعرفها إنها لازم تبقى موجودة في القلعة بتاعته النهاردة، وإلا هو هيعذبها وهيسجنها لحد لما توافق بمزاجها. شرايوكي أول لما بتسمع الكلام ده بتتصدم وبتقرر إنها تقص شعرها وتهرب برا المدينة علشان هي ما بتحبش حد يتحكم فيها ولا يجبرها على حاجة. والبنت بتوصل كده على بيت مهجور على أمل إنها تعرف تدخل أو تقعد فيه، ولكن بدون أي فايدة. بتنام طول الليل جنب سور كده لحد لما الصبح يطلع، وبتصحى مع طلوع الشمس عليها، ولكن بتتصدم لما بتلاقي شاب وسيم بينط من على السور وبيقع كده قدامها. الشاب ده اسمه زين ومعه أصدقائه في البيت كمان. شرايوكي أول لما بتشوف الكدمات اللي على جسمه بتقرر إنها تساعده، ولكن زين ما بيثقش فيها وبيقول لها ما يمكن حطالي فيه سم ولا حاجة. شرايوكي أول لما بتسمع الكلام ده بتجرح نفسها وبتجرب العلاج على نفسها قبله علشان يتأكد إنها تمام. زين وأصحابه أول لما شافوا المشهد ما قدروش يمسكوا نفسهم وقعدوا يضحكوا عليها. دخلوا البيت ووافقوا إنها تعالجه، وبتأسف ليها علشان هي اتجرحت بسببه. وبتقرر شرايوكي إنها تخرج تتمشى في الغابة شوية علشان تتعرف على أعشاب طبية جديدة، وبيقرر زين إن هو يروح معاها علشان هي مجروحة وما ينفعش بنت جميلة زيها تمشي في الغابة لوحدها. وهم في الغابة بيسألها زين عن السبب اللي خلاها تيجي هنا، فبتحكي له على كل اللي حصل معاها وعن تهديد الملك راج ليها، فبيقول لها زين إنها عملت الحل الصح وإن كان معاها حق لما هربت. وبيمشوا في اتجاه البيت، وأول لما بيوصلوا على البيت بيلاقوا هناك كده سلة تفاح عليها الرابطة اللي كانت شرايوكي رابطة بيها شعرها قبل ما تقصه. زين أول لما بيشوف السلة بيتعصب خالص وبيروح كده على التفاح اللي موجود وبياكل منه تفاح، ولكن التفاح ده بيكون مسموم وبيقع زين مغمى عليه. بتحاول شرايوكي إنها تعالجه ولكن ما بتعرفش. بيدخل عليهم جندي كده من جنود راج هو اللي حاطط السلة والسم في التفاح، وبيقول لهم علشان تاخدوا العلاج لازم شرايوكي توافق انها تروح معاه للملك راج. ولما بتروح شرايوكي على الملك راج بتقعد تترجاه ان هو يديلها العلاج علشان تعالج بزين، ولكن بيقول لها علشان تاخدي العلاج لازم تبقي ملكي وتسلميني نفسك طول عمرك. شرايوكي ما كانتش عارفه تعمل حاجه وكانت عاوزه توافق علشان زين ما يموتش، ولكن فجاه زين بيدخل هو واصحابه. اول لما بيشوف الحراس بينزلوا ضرب فيه راج، اول لما شاف المشهد كده ضحك ضحكه كلها خباس، قال له انت مين يا ابني وايه اللي جايبك هنا؟ زين بص له كده وقال له انا الامير، امير اكبر مملكه في اليابان. راج ما كانش مصدقه وقال له امير ايه يابا؟ بس زين كشف السيف بتاعه ووراه له الشعار، ولما راج شاف الشعار اتصدم منه خالص وتاكد انه هو الامير الحقيقي، وبيقول له زين انه هو لازم يبعد عن شرايوكي وما عادش يقرب لها كمان، فبيوافق راج غصب عنه، وبعدين بياخد العلاج وبيمشي. وفي اليوم التاني بتكون شرايوكي بتدور على شغل جديد، بتدخل في محل كده علشان تشوف الشغل. صاحب المحل بيقول لها ان في وظيفه في القصر الملكي، وبتكون الوظيفه دي في القصر بتاع زين، وبيقول لها انها تقدر تقدم فيه كمان وتكون دكتوره هناك، وبيديلها ورقه مكتوب فيها شروط التقديم. وبتقابل شرايوكي زين علشان تقول له انها تروح تستكشف جبل موجود فيه اعشاب جديده ونباتات نادره علشان العلاج بتاعها، فبيقرر زين ان هو يوصلها للسفينه واللي هتوديها للجبل ده، وبيقول لها ان هو يطمن عليها لما ترجع كمان. ولما بتوصل شرايوكي هناك بتكون فرحانه لانها شافت نباتات جديده تقدر تستخدمها في علاج الناس، وبيجذب انتباهها كمان شويه ورد كده، ولكن وهي بتبص على الورد بيجي واحد من وراها وبيضربها على راسها فبيغمى عليها، وبيحبسها كده في اوضه فيها باب خشبي وبيربط ايديها كمان. وبيكون الراجل ده ناوي ان هو يبيعها لشويه من الامراء كده هو عارفهم لانها بتكون جميله وبتتميز بشعر غريب ونادر، ولكن لما بيجي يحط ليها اكل بتكون قدرت انها تحل الحبل وبتقوم ضربها وحبسها مكانها، ولكن هو كان عامل حسابه وقفل الابواب اللي بره وعرف يخرج من الاوضه لان معاه المفتاح بتاعها، وبدا يلحقها تاني. وبتوصل شرايوكي كده لطريق مسدود وبيكون وراها الخاطف، ولكن قبل ما بيمسكها تاني بتكون قدرت تحضر ماده كده وبترميها عليه، والماده دي بتقدر انها تشيل حركاته لشويه وقت علشان شرايوكي تعرف تهرب فيها. وبتشوف كده مخرج من الشباك فبتروح عليه، واول لما بتخرج بيكون الراجل فاق وبيقف قدامها، ولما بتحاول تهرب بيمسكها وبيحاول يضربها كمان، ولكن قبل ما يلمسها بيجي زين ويوقفه وبيضربه وبيبهدله لحد لما الراجل بقع في الارض. وبيكون زين عارف انها مخطوفه لما راح لبيتها وما لقاهاش، وهو كان عارف ان رحلتها مدتها يوم واحد علشان كده جه هنا علشان يدور عليها. وبياخد زين الخاطف ويسلمه الامن القلعه، وبعدين بيمشوا بيقف على البحر كده وبتشكره شرايوكي علشان انقذها وانها مش عارفه كانت هتعمل ايه من غيره، فبيقول لها زين ان هو اللي زعلان علشان ما راحش معاها وما قدرش يساعدها وسابها تتخطف. وبعدين بيمشوا. وفي اليوم التالي بيكون اللورد خد باله من شرايوكي وهي في القصر عند زين، وبيكون متضايق لانها مش من نفس مستوى المعيشه ومش من الطبقه الحاكمه كمان وعايشه في القصر، وبيروح يقول له زين ان دي مش البنت المناسبه ليه ولازم يدور على بنت في نفس المستوى بتاعه او ارقى منها بشويه،
ولكن بيتعصب عليه زين وبيطلب منه ان هو يمشي، وبيقعد زين يخلص شوية اوراق متعلقة بالحكم واللي بتكون كتيرة جدا وبيقعد عليها طول اليوم، ولكن هو قاعد بتدخل عليه شرايوكي واللي بيكون صاحبه هو اللي خلاها تيجي، علشان زين كان كل شوية ينده باسمها وكاتب اسمها في معظم صفحات الشغل بتاعته، وبتقول له شرايوكي طالما انت مشغول فانا لازم امشي، لكن زين بيقول لها مشغول ايه ده انا ما ورايش اي حاجة، وبيسيب كل الشغل اللي في ايده وبيقعد مع شرايوكي. وبينما هم بيتكلموا بنلاقي زين نام، شرايوكي بتغطيه وبعدين بتمشي، وبيكون اللورد طلب من الحراس انهم ما عادوش يدخلوا شرايوكي على القلعه ويقولوا لها ان زين هو اللي قال كده. ولما بتدخل شرايوكي بتسمع الكلام من الحراس، ولكن بتقرر انها تدخل برضه وتتاكد من زين بنفسه، ولكن وشرايوكي ماشيه فجاه بيترمى عليها سهم وفي رساله مكتوبه، وبيكون مكتوب عليها ابعدي عن زين والا السهم التاني هيكون عليكي، ولكن شرايوكي برضه ما بتستسلمش وبتاخد السهم وبتقرر انها تقابله، وبتروح لزين وبتحكي له عن اللي حصل. واول لما بيسمع الكلام ده بيتعصب وبيكون عارف ان اللورد هو اللي مخطط لكل اللي حصل، فبيطمن شرايوكي وبيقول لها ما تقلقش، وبيقول لها كمان ان هو هيحل الموضوع وانها ما تخافش من اي حد في القلعه وهو هيحميها كمان. وبتخرج شرايوكي وهي في الطريق لباب القصر بيوقفها اللورد وبيهددها بالسيف، ولكن شرايوكي كانت واثقه في كلام زين وان محدش في القلعه يقدر يمسها بسوء او يقرب منها، وبتتقدم كل شويه واللورد مش قادر يعمل حاجه، وبيمسك اصحاب زين واحد كده وبيكون هو اللي رمى السهم عليها، وبيحاول ينفي ان اللورد هو اللي طلب منه ان هو يعمل كده، ولكن اللورد بيقول ان هو اللي طلب منه يعمل كده، وبيقول له انا قلت له علشان يحافظ على مكانه المملكه. وبيكون زين واقف بعيد وسامع كل اللي اتقال وماسك نفسه بالعافيه، وبيروح لللورد وبيقول له ان هو سمع كل الكلام وسمع انه اعترف ان هو اللي عمل ده، وبيساله ويقول له انت بتحب مكانه اللورد اللي انت فيها ولا لا، فبيرد اللورد بثقه ويقول له اكيد بحبها، فبيرد عليه زين ويقول له علشان تفضل معاك المكانه دي لازم تبعد عن شرايوكي وما عدتش تتخذ اي قرار غير لما تعرفني وإلا هتتسحب منه، وفوق كده هتتحط في السجن كمان. وبياخد زين شرايوكي وبيمشوا وبيعتذر لها من اللي حصل، ولكن بتطلع له ورقة كده وبتديها له وبتقول له إنها هتقدم لوظيفة طبية في القصر، فبيفرح زين وبيكون عاوزها تتقبل كمان. وفي اليوم التاني بيكون جه موعد الاختبار، والاختبار ده هو اللي هيحدد مين اللي هيتقبل وهيبقى دكتور في القصر، وبتجمع المشاركين وكل واحد وياخد ورقة، وبيكون مطلوب منهم يكتبوا أسماء وصفات النباتات المفيدة واللي يقدروا يستفادوا منها، وبتروح شرايوكي علشان تتعرف على النباتات دي، وبيكون زين واقف كده وبيبص عليها من بعيد ويحس بحركة حد وراها، فبيدخل عند شرايوكي كده فبيقوم قافل عليهم وجاري، وبيطلع إن الولد ده متسابق وعاوز يقفل عليها علشان ما تقدرش تتعرف على نباتات زيادة وتفضل محبوس وتخرج من المسابقة وتخسر كمان. ولكن بتلاحظ شرايوكي وجود زين وبتسأله عن إيه اللي خلاه يجي في الوقت المتأخر ده، فبيتحرك كده ويقول لها ان هو كان ماشي وسمع صوت حد فقام داخل هنا، فبتستغل شرايوكي ان هو هنا وبتخليه يساعدها، وبتقوله ان في نبته مزروعه في المكان الخطأ وان المايه اللي واصله لها فيها مواد كيميائيه بتضرها، فبينقلوها ويزرعوها من جديد، وبيجي عليهم النهار وهم شغالين وبيكونوا تعبوا خالص، وبيدخل الاتنين واللي بيكونوا هم اللي حاطين الاختبار، وبتتصدم لما بتلاقي النباتات اتنقلت واتزرعت في مكان تاني، واتصدمت اكتر لما شافت زين كان شغال معاه، فبيكون ده الاختبار الحقيقي انها تلاحظ الخطأ الموجود وتقدر تحله. فبتتقبل شرايوكي كمان وبتعرفها انها تشتغل مع اصغر طبيب اعشاب عندهم هو اللي بيكون اسمه ريو، وبيكون شاطر جدا بالمناسبة، وهو اللي مقترح عليهم فكرة السؤال. وفي مرة بتيجي ست وبتدي الكتاب لشرايوكي، والكتاب ده بيكون مخصوص بزين والامراض اللي عدت عليه قبل كده، وان هي اللي هتاخده علشان هي القريبة ليه وبتقعد معها معظم الوقت كمان، فبتفتح الكتاب وبتقرأ فيه، ولكن لما بتلاقي التسممات اللي عدى عليها قبل كده بتتصدم وبتقعد تعيط وبتفتكر ازاي وقدر يعيش من السم اللي اكله من التفاحة. ولما بيشوفها ريو وهي بتعيط بيكون مرعوب عليها خالص، وبيجري على زين هو اللي بيلاقيه بيتدرب في الوقت ده، وبيعرفوا ان شرايوكي بتعيط وبيروح لها زين في وقتها، وبيقول لها ان هو بخير وانه مش هيمشي من جنبها الا لما يتخلص قرايه الكتاب كمان. ولما بتخلصه بتروح شرايوكي لريو علشان تعتذر منه وانها كانت تسبب في انها ترعبه. وبس بيبدا الجزء الثاني مع شرايوكي وهي راكبه على الحصان مع الامير زين واصحابه طبعا، وبتكون شرايوكي رايحه على مكان علشان تجيب منه اعشاب علشان شغلها وكده، وبيكونوا اثناء الرحله مبسوطين جدا وهما ماشيين والدنيا تمام معاهم. وبعد ما بيوصلوا على القريه بتنزل شرايوكي وبتكمل هي طريقها، وبيكملوا هما كمان طريقهم، وبيكون زين رايح على حصن كده من بتوع الدوله علشان ما جاش منه اخبار من بقاله كام اسبوع. واول لما زين بيوصل هناك بيلاقي طفل صغير هو اللي بيرد عليه ومفيش حد تاني بيرد، وبيكون باين عليه متبهدل جدا وتعبان، وبيحكي له الطفل عن اللي حصل وبيقول له ان في روح شريره دخلت هنا والكل اتصاب وبقى تعبان وما عادش حد قادر يتكلم، فبيقول له زين تمام وبيطمنه وبيكمل هو تدوير في المكان. ولما بيدخل زين هناك بيلاقي الكل مصاب ونايم ومحدش قادر يتحرك خالص، وبيحكي له الطفل ان ده حصل من فتره مع واحد بس فيهم، وبعدين كل الجنود اتصابت كده وما عادش حد قادر يتحرك،
فبيطمن الامير زين الطفل وبيقول له ما تقلقش كل حاجه هتبقى تمام. وبيبدا الامير زين واللي معاه انهم يدوروا على السبب اللي خلى الجنود تتعب، ولكن وهو بيدور بيلاقي خزنه الاسلحه اتسرقت، فبيعرف ان في قطاع طريق في المنطقه وهم اللي عملوا كده. وبيقرر زين ان هو يفضل في الحصن لحد الغروب على امل ان هو يعرف اي حاجه. وفجاه بتقترح كيكي عليه ان هو يجيب شرايوكي هنا وهي هتعالج المرته وهتعرف السبب كمان، فبيوافق زين وبيبعت صاحبه متسوهد علشان يجيبها. وبعد ما بتيجي شرايوكي بتبدا انها تعالج فيهم علشان تشوفها تعرف تعمل معاهم ايه. وبيقرر زين ان هو يفضل معاها في الحصن، ولكن شرايوكي ما بتوافقش وبتقول له ان هو لازم يرجع علشان هو الامير. وبيسمعه صاحبه متسوهد وهو بيقول لها الكلام وبيقول له ان هو لازم يرجع القلعه هو كمان علشان هو الامير وما ينفعش يفضل هنا اكتر من كده. فبيوافق زين بعد شويه كلام كده، وبعدين بيمشي. وبتفرح شرايوكي علشان حاسه انها بقت حاجه مهمه عند زين وعلشان هو بيخاف عليها. وبيكون زين في الوقت ده قاعد مع صاحبه وباين عليه ان هو زعلان كده وحزين علشان هيمشي ويسيب شرايوكي لوحدها، ولكن صاحبه بيقول له انت كده بتعتمد عليها وبتقدرها وهي كده هتكون فرحانه. فبيفرح زين من كلامه وبيقرر ان هو يمشي فعلا. ولكن واثناء الكلام بتكون شرايوكي حست انها تعبانه وبقت دايخه وما عادتش شايفه حاجه قدامها. وبعد تفكير طويل بتعرف ان الحطب ده فيه مواد سامه، ولما بيحرقوه بتطلع المواد السامه دي وبتتعب الموجودين. وبتجمع شرايوكي قوتها وبتطلع تعرف زين باللي حصل، وبيتفاجئ من الكلام شويه. ولكن بعد ما بيعرف ان اللي جاب الحطب ده مش الجنود ده شويه ناس تانية، بيعرف ان دول هم الحراميه هم اللي سرقوا الحصن. وبيعرف زين ان الجنود وقعت في فخ قطاع الطريق. وبعد ما بيرموا الحطب بيرجع كل حاجه لطبيعتها تاني، والناس كلها بتشكر شرايوكي علشان هي اللي ساعدتهم والعلاج بتاعها خلاهم يخفوا بسرعه. ولكن بتكون شرايوكي ما لمتش من يومين وبدا جسمها ما يشيلهاش علشان هي بتفضل تعمل العلاج للجنود كلها، ولكن بتقرر برضه انها تفضل تشتغل علشان تبقى نهايه سعيده والكل يبقى فرحان. وبيكون اوبي جمع معلومات وعرف مكان قطاع الطريق وبيجهز زين والجنود علشان يحاربوهم. بس بعد ما بيعرف زين من الجنود انهم كلهم خدوا العلاج وشرايوكي ما نامتش، بيقرر ان هو يروح لها علشان يخليها ترتاح. وبيوصل عندها فعلا وبيخليها تغمض عينيها لحد لما تروح في النوم. وبيطلع زين هو والجنود على قطاع الطريق علشان يرجعوا الاسلحه منهم ويقبضوا عليهم، وبتكون المعركه حلوه جدا. وفي الاخر بيفوز زين هو واصحابه بعد ما ضربوهم جدا. وبيرجع زين على شرايوكي بعد ما بيخلص علشان يشكرها على كل اللي عملته علشان الجنود. وبتفرح شرايوكي هي كمان وبتقول له انها عملت كده علشان هو واثق فيها مش اكتر، وانها عمرها ما كانت هتعرف تعمل حاجه من غيره. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيجهز الامير وشرايوكي واصحابه علشان يرجعوا على القلعه تاني وبيودعوا الجنود كلهم وبعدين بيمشوا. وتاني يوم بتكون شرايوكي في القصر هي وزين، وبيكون فرحان ليها جدا علشان اخيرا طلعت الكرنيه بتاعها وبقى ينفع تدخل القصر وتطلع منه براحتها. ولكن بيقول لها زين انه المفروض يمشي من القصر لمده معينه علشان الحوار بتاع الحصن بقى وكده. وبيكون مستني شرايوكي تكون زعلانه علشان مش هتشوفه، ولكن لا حياه لمن تنادي. فبيقرر زين ان هو يمشي بكرامته ويشوف شغله. وبيكون شغل زين كتير جدا وبيحاول ان هو يخلصه بسرعه. وبعد ما بيخلص اول جزء بيلاحظ حاجه غريبه في القلعه، وبتكون الحراس مش راضيه تخليه يعدي منهم. وبنكتشف ان ايزان اخوه الكبير جه على القلعه وبيطلب من زين ان هو يقابله على الغرفه المخصصه بتاعته، فبيروح زين عليه. وبيجي واحد كمان وبيروح على شرايوكي وبيطلب منها انها تروح على الامير. وفي الاول بتكون شرايوكي مفكره انها رايحه للامير زين، ولكن بتحس بحاجه غريبه. ولما بتوصل هناك بتدخل في اوضه كده وبتسمع الكلام اللي بيتقال، وبيكون واضح ان اخو زين بيعاقبه على اللي عمله في الحصن علشان بعد ما الجنود اتاخرت في شغلها هو معاقبهمش كمان. وبتعرف شرايوكي من الكلام ان زين في موقف ضعف دلوقتي، وبيتحكم على زين ان هو هيتعاقب لمده 6 شهور بدل الجنود بتوعه. وعلشان زين طيب بيوافق على العقاب. وقبل ما بيمشي زين بيفتح اخوه الستار على شرايوكي، فلما بيشوفها بيكون متعصب جدا، ولكن بيمسك زين نفسه وبيروح عليها وبيقول لها ان هو هيشوفها ما تقلقش. وبيمشي زين بعدها من المكان. وبيكون ايزانا جايب شرايوكي علشان يعصب زين مش اكتر. وبعد الكلام معاه شويه بترجع شرايوكي على شغلها، وبيكون زين متعصب علشان شرايوكي، ولكن للاسف مفيش حاجه في ايده يعملها. وبيكون ايزانا عامل حفله بمناسبه رجوعه للقلعه وعازم شويه امراء كده، وبيكون من ضمنهم الامير راج امير بلد شرايوكي اللي جت منها. وبيكون راج قلقان جدا في الاول علشان اللي حصل معاه قبل كده، بس بيقابل زين وبيتكلموا بطريقه طبيعيه علشان محدش ياخد باله. وبيكون اوبي في الوقت ده اخد شرايوكي علشان يتجسسوا على الحفله ويسمعوا اللي بيتقال هناك.
وهو بيكون إزانا في الوقت ده بيتكلم مع راج على شرايوكي وبيقوله إنها هنا وإنها من البلد بتاعته، وهو كان سمع إن هو كان بيحبها زمان ولا حاجة، ولو عاوز يرجعها على البلد بتاعته فقشطة عادي، هو ما عندوش مانع. بس راج بيكون خايف جدا وبيقوله لا يا عم مش عاوز، وبتكون شرايوكي واقفة وسمع الكلام عليها وعلى أوبي كمان، هو اللي كانوا بيقولوا عليه انه جديد في الشغل وكده، ولكن شغله كويس. وبتمشي شرايوكي بعد ما فترة استراحتها بتخلص علشان بتحس انها بتعمل حاجة غلط، وبيسأل راج زين هو امتى ناوي يخطب شرايوكي، وبيكون صوته عالي في الحفلة وكل الناس بتسمع، وبيتحط زين في موقف محرج قدام اخوه كل الموجودين، فبياخده زين على جنب وبيقوله انها هنا بمزاجها وانه ما قالش ان هو يخطبها ولا حاجة، وبيكون راج مستغرب من كلامه ولكن بيقوله تمام. وبيطلع زين للناس وبيفسر لهم سوء التفاهم اللي حصل وانه ما قالش انه يخطب شرايوكي ولا حاجه. وبعدين بتخلص الحفله وبتكون شرايوكي بقت حاسه انها ملهاش مكان في القصر بعد ما خلت زين يتعصب علشانها لما كانت عند اذان اخوه، ولكن بتجري على مكان زين على امل انها تشوفه. وبس كده الفيديو بيكون خلص. انا عارف ان هو صاير كده، ولكن استنونا ان شاء الله في فيديوهات طويله قدام يعني. ويلا سلام سلام سلام.